شغنا له طال كدنيا أجمعينا لمي ليش ملنا لا 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 لمي ليش ملنا لا 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 الزول اللي خدر من فارقنا ما نسينا ده شغنا له طال يا دنيا أجمعينا الزول اللي خدر الموسيقى في السودان بحر واسع وموسيقى متنوعة بتنوع ثقافاتنا وبتنوع لهجاتنا ولغاتنا عندنا إيقاعات كثيرة جدا ومتنوعة جدا وده اللي خلق التنوع عندنا حاليا في السودان بعض مرات في إيقاعات وفي أعمال بتكون مشتركة ده اللي أدى برضو كمان للتمازج بما إنه عندنا تنوع كمان عندنا تمازج وتداخل في الثقافات والحاجة دي أنا يعني لمستها من خلال زياراتي المختلفة في السودان ومن خلال تناولي لمجموعة من الإيقاعات ومجموعة من الثقافات وهو ده بحكم مشروعي اللي هو قائم على التنوع في الإيقاعات والتنوع في اللغات واللهجات عشان كده عندنا مخزون كبير جدا جدا من التراث بمختلف إيقاعات ومختلف لهجات قدمت مشروع فني متكامل بيدعم قضية السلام أو بيخدم قضية السلام من خلال مجموعة من الأعمال مختلفة الإيقاعات والثقافات واللهجات وكلها بتخدم قضية السلام يعني قادوغلي فيها مشاكل احنا بنقول جينا نقول للناس انه قادوغلي بلد امنه انها بلد ساحر انها بلد جميله وانه بلد فيها خيرات وان شاء الله يعم السلام البلد وكلنا نقول قادوغلي سلام ان شاء الله وامشي غرب السودان واغني ايقاع الكول ونتكلم عن اتغنى بلغه البداويه والناس تجاوب معي وامشي الشمال واغني الايقاعين واللغتين في شمال السودان والقى الناس بتجاوب معي دي معناتها الناس بقت تتقبل الاخر وانه احنا في الحقيقه في جوانا في سلام في سلام احنا بيناتنا اساسا يعني وجدانيا احنا مستسلمين فلما الحياه دي انا ما دار اصل لمساله عشان ان الناس تؤمن بالتنوع انه احنا السودان ده متنوع احنا مختلفين الاستحانات مختلفين اللهجات اللغات والثقافات في زول ممكن يغني أغنية وهو قاعد في السنتر في الخرطوم في المركز لكن في زول بيمشي المنطقة عشان يعرف التراث ويعرف اللهجة ويعرف اللغة وطريقة النطق والثقافة من قريب فأنا كنت بعمل كده اللي هو ده جزء من شغلي أو جزء من عملي داخل المشروع بتاع عصفورة السودان إنه أنا أمشي أحس الثقافة
والتراث من البيئة والمنطقة. فمثلا خلينا نقول مثلا شرق السودان، أنا شرق السودان سافرت عشان أتعلم اللغة. أنا كنت قاعدة شهر كامل في شرق السودان عشان أقدر أنطق، عشان أقدر يعني ألقن اللغة، لأنه هي لغة صعبة شديد اللي هي لغة البجة. فزي ما قلت لك أنا عديت شهر عشان أقدر أتكلم، عشان أقدر أفهم، عشان أسمع النطق الصحيح. فالحاجة دي ما بتقدر تعملها إلا تكون في البيئة، تكون مع المجتمع بتاع المنطقة. فالحمد لله تعلمتها فيها لغة البداويات اللي هم إنهن البجة، وطريقة النطق وثقافاتهم وطريقة لبسهم والأزياء. فالحاجة دي كلها بتقربك من المجتمع، فعشان كده أنا لقيت احتفاء واحتواء من 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 أهلنا في شرق السودان، وكان تعاملهم معاي بكل صدق، ويعني أعجبوا بالحاجة دي عندهم. يعني لأنهم عندهم المرأة في شرق السودان ما في مرأة بتغني في شرق السودان. فلما لقوني أنا ويعني عرفت اللغة، وإنه اللغة دي بالنسبة لي، هم بالنسبة لهم اللغة دي حاجة مقدسة شديد، إنه زول يعني غير ناطق باللغة وجاء يتكلم معهم باللغة حقتهم، وصل لهم أفكارهم بلغتهم. فدي حاجة بالنسبة لي كانت يعني دفعة معنوية بالنسبة لي. فلقيت الاحتواء، فأنا الحمد لله في شرق السودان بيطلق علي اسم صافية، فالحاجة دي معجبة بها شديد. عشان كده تغنيت لهم بمجموعة من الأغنيات، بقيت أفهم وأتكلم معهم، ومبسوطة شديد الحمد لله. التحديات اللي واجهتني في مسيرتي، أنا لقيت الساحة الفنية مليئة بالعمالقة والمبدعين، فكان لابد أن يكون عندي طريقة أقدم بها نفسي بصورة مستقلة وبمشروع فني مختلف. يعني ما كانت كل الوسائل متاحة بالنسبة لنا إحنا كشباب، وأنا إذا حسبت نفسي مع الفنانين الشباب ما كانت الوسائل متاحة لنا. فإحنا بنحاول نقدم حاجاتنا من خلال منصاتنا الخاصة اللي هي على السوشيال ميديا، نقدم أعمالنا بمجهودنا نحن، يعني نحاول نقدم شيء مختلف وشيء متغير عشان نقدر يعني نكون موجودين في الساحة الفنية. الليلة وأنا را في النقعة كيف زينين قاعدين سيارة في النقعة كيف زينين قاعدين سيارة أفرحنا بسنجك مردوم نقارة. بالنسبة للمستقبل، أنا حاليا مركزة مع مشروعي الفني ومع قضايا مهمة وكبيرة جدا على مستوى السودان. انتقالي للعالمية مرهون بتحقيق أهداف المشروع الفني. خلاني محتارة قلبي يا أمي الليلة وأنا